رقم المعاملات ديال شركة مرسى ماروك خلال 6 شهور الأولى ديال 2018 عرفت واحد الارتفاع بتقريبا 9% مقارنة مع 6 شهور ديال 2017. هذا ترجع أساسا الارتفاع ديال الرواج ديال الحاويات في ميناء الدار البيضاء، ولكن أيضا ترجع واحد الارتفاع فيما يخص الكبريت وبعض المواد الأخرى. بالنسبة للنتائج في هذه 6 شهور الأولى تتسجل واحد الارتفاع بنسبة 20%، بحيث أنه يعني الارتفاع ديال رقم المعاملات كان أكثر من الارتفاع ديال النفقات ديال الشركة. بالنسبة للمشاريع التنموية ديال هذه المؤسسة، أكبر مشروع تنعملوا عليه اليوم هو مشروع ديال الرصيف الجديد في ميناء طنجة المتوسطي، وتنعملوا الجهد ديالنا باش يقدر يدخل إن شاء الله يبدا يعني الحي تماما يبداو فيه المعاملات في سنة 2020، وتندرسوا أيضا مشاريع أخرى في المغرب ولكن أيضا خارج المغرب. ومن المشاريع اللي تندرسوا اليوم كاين واحد المشروع في الكاميرون في واحد الميناء جديد اللي تنتمناو إن شاء الله نساهموا في طلب العروض اللي غادي يقوم به الميناء ديال الكريبي.